مستشفى واحده حكومي يمكن يكون لها امكانيات اكثر. هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ الاتهام صحيح؟ هو احنا دلوقتي في صدد ان احنا بنتكلم بان في لجان موجوده عشان احنا بنعمل مشروع التامين الصحي الشامل. مشروع التامين الصحي الشامل، مشروع التامين الصحي الشامل من اساسياته ان 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 يبقى في كل المستشفيات تحت اطار واحد، زي ما بتقول حضرتك كده، تحت اطار واحد وتحت هيئه واحده، بحيث تبقى مسؤوله عنها، مسؤوله عن تطويرها، وانها تخش في نظام جوده عشان نقدر نضمن للمواطن يخش فيها. المشروع ده دلوقتي شغالين فيه على اساس ان احنا ان ربنا اراد ممكن في خلال 5 سنوات ممكن يبتدي ينتظم هذا النظام، او يبتدي النظام ده يطبق، ويبقى كمان هيبقى لكل المواطنين، وممكن بكارت، ممكن بالكارت او بالبطاقه بتاعته ممكن ياخد الخدمه وهو ملوش دعوه مين هيدفع له. ده حلم احنا بنعمله، احنا ده حلم. ده الكلام اللي كان بيتكلموا عنه من ايام بالزبط. الرئيس الاسبق حسني مبارك بالظبط، لكن لم يتم حتى الان. احنا دلوقتي في المراحل النهائيه فيه. نعم. يعني هو خد فترات طويله متعاقبه وفي مستجدات، يعني نفس المشروع القديم بيتم احياءه مره ثانيه. لا بس في تحديث فيه، وفي في تحديث فيه، وفي اليه جديده بتتعمد فيه. فاحنا ان شاء الله على امل في الشهور القادمه لغايه ما البرلمان ينعقد يكون جهز هذا المشروع عشان يقدم للحكومه لبدء تنفيذه ان شاء الله في الفترات. فده طبعا هيبقى حلم كبير جدا، بحيث ان هو ما تهيأليش هيبقى في مشكله زي المشاكل اللي احنا بنعانيها دلوقتي. تبقى الدنيا المشاكل هتقل جدا جدا جدا. طيب يعني كيف نؤكد ذلك؟ كيف نؤكد ذلك؟ يمكن احنا دلوقتي يمكن ما بنعلنش ما يتم حاليا، لكن هو في لجنه، وانا في اللجنه، عضو في اللجنه دي. اقدر اقول لك ان انا عضو في اللجنه، واحنا بنناقشنا حاجات كتير، وبنجتمع اسبوعيا عشان بنحط الأسس. نعم. ونناقش بعض المواد في القانون المقترح لتحسينها أو نعم. يعني والوزير طبعا هو رئيس اللجنة بيتابع معنا لحظة بلحظة، على أساس إن شاء الله المشروع ده يطلع للنور. لو خرج للنور للناس تهيألي جدا جدا في المستقبل إن شاء الله. طيب هنرجع تاني مرة للاتهامات المحددة، أو دعنا نسميها الشكاوى المحددة. نعم. التي يرفعها المتخصصون من الأطباء. نعم. طبعا. نعم. في إطار نقابة الأطباء. نعم. معنا على الهاتف الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء. دكتور خالد أهلا بك. أهلا وسهلا. دكتور إحنا عارفين أنه كان في مطالب وما زالت لديكم كثيرة، يمكن من بينها رفع الخدمات الصحية. وزارة الصحة بتقول إنه ما عندهاش إمكانيات وعندها خطة للتطوير في المستقبل. هل أنتم مقتنعون بذلك؟ وإلى أين وصلتم في حديثكم مع وزارة الصحة؟ أولاً بشكر حضرتك على الكلام الموضوعي. شكراً لحضرتك. عندنا مشكلة في مصر، هي مشكلة السياسة الصحية، هو اعتبار الخدمات الصحية إدارة للمال العام وليس استثمار بشري. التفريق بين المؤسسات لدى الربح والمؤسسات الخدمية، فدائما يبقى فيه بيعمل في مؤسسة جالبة للربح يظن أن الربح الذي هو ليس مال عام وإنما هو ماله، ويجب أن يكون راتبه على قدر هذا. والمؤسسات الخدمية كالتعليم والصحة يعني بتأخذ الفتات لأن هي تعتبر مستهلكة للأموال وليست جالبة للأموال. دي أول نقطة. النقطة الثانية إن إحنا لو بصينا للعالم كله نجد العامل البشري في الخدمة الصحية، في تكلفة الخدمة الصحية بيكون نسبته من 70-75% من الإنفاق على الصحة في دول العالم الأخرى. إحنا عندنا في مصر العامل البشري بيكون نسبته أقل من 35%، لأن طبعا الدولة بتعتمد على تقليل مرتبات، يعني مرتبات المتدنية للعامل البشري في الخدمة الصحية حتى يمكنها الإنفاق على الصحة في الحدود اللي هي فدي النقطة الثانية. فالهدف هو رفع الخدمة الصحية حتى آمنة للمرضى. احنا مش عايزينها لسه تكون رفاهية ولا على المستوى العالمي، احنا عايزينها تكون للمرضى، لأن في مرضى الآن بيتوفوا نتيجة عدم وجود خدمة صحية كافية، سواء في الرعايات المركزة أو في الحضانات أو في تأخر الانتظار في العمليات. إضافة إلى أن الأطباء والتمريض والعاملين على الصحة الذين تقريبا يعملون جانا في وزارة الصحة، ف
يعني لا يهتمون بالعمل وينصرفون عن العمل الى العمل الخاص. حتى ادى ذلك الى ان الجزء الحكومي من الانفاق على الصحه نزل الى 30% و70% بيقوم به القطاع الخاص، ودي نسبه كارثه لان كده ما فيش تحكم للحكومه حقيقي في الخدمات الصحيه، وده سبب فساد النظام الموجود الان. فاذا يعني كلمه ان الاطباء بيسعوا الى اصلاح النظام الصحي، ان حقوق الاطباء تكون موجوده في هذا الاصلاح ليس غرضه فقط، يعني احنا لسه ما بنطالبش بحقوق الطبيب، لان الطبيب في اي مكان في العالم متوسط راتبه يعني عشرات الالاف من الدولار يوميا. احنا بنتكلم لسه على بضع مئات من الجنيهات اللي هي اقل شيء يمكنه ان يعيش حياه ادميه ويبدا ده حياته. ده فيما يتعلق بالراتب العامل البشري. طيب فيما يتعلق بالخدمه يعني نفسها يا دكتور، لسه احنا برضو عندنا نقطه في العامل البشري وهو التدريب والرقابه. التدريب طبعا جزء هام جدا، لان الطبيب يعني تدريبه ومكافته للعلم ده بيكون جدا لسلامه المريض. مفيش خطه تدريبيه لكل الاطباء تعليم طبي مستمر حتى نضمن وصول احدث ما وصل اليه العلم والطرق الجديده، وحتى التحذيرات من طرق قديمه كانت بتستخدم وكانت بتؤدي الى مشكلات في المرضى دي ما بتصلش الاطباء لعدم وجود نظام تدريبي او دراسات عليا، لان احنا عندنا 3000 مكان تدريب فقط في مصر، وعندنا خريجين اكثر من 10-11 ألف كل سنه. الجزء الثاني برضو خلينا نخش بقى في المستلزمات والمستشفيات. احنا مصر بتزيد سنوي معدل الزياده في مصر حسب اخر تعداد 2.6 في الالف، يعني احنا عندنا زياده حوالي 2.4 مليون سنويا. لكن انا ليس لدينا خطه لمواكبه هذه الزياده ببناء مستشفيات جديده ووحدات صحيه جديده. يعني لو قارنا ان مصر زادت حوالي 15 مليون في السبع او ثمان سنوات الاخيره، وما نلاقيش قصادها اي مستشفى بنيت او اي وحده صحيه جديده بنيت، يعني هنتخيل مدى المشكله التي نعانيها وتزداد مع مرور الوقت نظرا لعدم وجود سياسه صحيه سواء لتقليل معدل المواليد او مواكبه المواليد. دكتور خالد، هل لديكم انتم يعني احنا معانا دلوقتي في الاستوديو الدكتور هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجي في وزاره الصحه. اهلا وسهلا دكتور هشام. اهلا وسهلا. هل انتم اتكلمتم مع المسؤولين في وزاره الصحه بشان يعني اجراءات محدده لاتخاذها في ظل الامكانات الموجوده حاليا لحل المشكله، ولم يستجب لذلك؟ هو الحقيقه لا نستطيع ان ننكر ان وزاره الصحه كتبها في الحوار مع الاطباء تغيرت كثيرا في ظل الوزاره الحاليه، الامور اصبحت يعني على الاقل اخذ ورد في المواضيع، لكن هم مضغوطين طبعا بوجود الاضراب على الارض ومساعده وزاره الماليه ليهم بايجاد حل حقيقي لمشكله الاطباء. احنا يعني من يستطيع ان يفكر في التخطيط الاستراتيجي والان معظم العيادات في شتات مصر مغلقه والاطباء مضربون عن العمل وبيحاولوا يصعدوا والماليه ما بتقابلهمش، يعني ما فيش جو صحي حتى يمكن. احنا عندنا كل الخطط في كل المجالات في التعليم الطبي وفي الاصلاح الصحي وفي لجنه المفروض عندكم يعني عندكم مقترحات محدده في النقابه بتقدموها طبعا ومقترحات محدده. احنا اساسا اي واحد درس اداره فكره لازم يكون في الجانب الموضوعي، ان انا ما اقدرش مقترحات خياليه بعيده عن الامكانيات الحقيقيه الموجوده حاليا، ولكن اي حد يريد الاصلاح لازم يبص على الامكانيات ويتعاون مع الجميع ويحاول ان يحط خطط قابله للتطبيق. وطبعا احنا مستنيين نشوف برامج بقى المرشحين للرئاسه عشان نشوف ايهم لديه برامج فعليه وحقيقيه للاهتمام بالقطاع عشان تحسينه. طيب يعني ارجو ان تبقى معنا دكتور خالد، يعني هعود مره ثانيه للدكتور هشام عطا اذا كان لي تعليق على ما ذكرت، خاصه فيما يتعلق ايضا بمساله الفساد الذي اشارت اليه بعض الصحف ايضا دكتور. هو الاول انا احيي الدكتور خالد سمير. احنا طبعا يعني بس عشان النقابه، فاحنا يعني احنا والنقابه في قارب واحد، يعني القصه مش مين مع مين او هم يقولوا ايه واحنا نقول ايه، لا القصه مش كده خالص. تمام. واحنا اي تدريب لتحديث لاي حاجه زي كده
احنا بنقبل ونتناقش فيه، والحاجة اللي قابلة للتنفيذ ننفذها. احنا يعني عندنا مخطط واضح او بلان واضح، سرية واضحة. نعم. لان انت بنحط ايدينا على الحاجة المظبوطة او الحاجة اللي احنا عايزينها. وبعدين في حاجة مهمة برضو، عشان برضو استكمالا لكلام الدكتور، احنا دايما بنقول ان احنا انا عشان اخد الجودة كويسة او اخد احسن الجودة لازم في عنصرين لازم يبقوا موجودين. رضاء المريض ورضاء مقدم الخدمة. فمقدم الخدمة ما كانش راضي مش هاخد الخدمة اللي انا عايزها، ولو المريض مش راضي لسبب من اخر يبقى الخدمة كلها سيئة. فالعاملين دول تحتهم اليات كتير. طبعا زي ما بيقول الدكتور بالنسبة لمقدم الخدمة كل الفريق الطبي، اطباء، تمريض، صيادلة، كله اسنان، كل الفئات كلها محتاجة صدد وتعاوننا بحيث ان احنا ان شاء الله يعني تنتهي هذه الموضوع ويحصل انفراج ان شاء الله عشان تتحل المشكله على بعض، ونبتدي نحط ايدينا بين بعض، لان احنا عمرنا ما هنحسن منظومه من غير العاملين فيها. مش هينفع يعني مهما اجيب تجهيز، مهما اجيب مستلزم، مهما ابني مباني جديده، والراجل اللي بيؤدي الخدمه او الناس اللي بتؤدي الخدمه مش راضيه، مش هاخد الخدمة اللي أنا عايزها. فده مبدأ مهم جدا، وإن شاء الله هيحصل فيه انفراجة قريب. بالنسبة للفساد أو زي ما تقول حضرتك، إحنا بنشتغل بوقائع محددة. يعني فندم، يعني ما في وقعة محددة بفساد معين هي دي اللي بتاخد فيها إجراء، وفي حاجات كتيرة قوي تحولت نيابة وتحولت وينظر فيها. نعم. لكن الكلام الارتجالي هو ده اللي إحنا يعني ما ينفعش. احنا في مش في صدد ان احنا نحكي، احنا في صدد في وقائع احنا نحقق فيها عندما تكون هناك وقائع تحول بالتأكيد بالفعل. بالتأكيد فورا. فورا. طيب موضوع العلاج الذي يقدم في المستشفيات يمكن بيقودنا الحديث الى مسألة العلاج الاخير. يعني هناك تعاقدات تمت على علاج لمرض فيروس سي. نعم.